لو انت نجحت في مجلس الشعب او اعتبر نفسك وجودك في مجلس الشعب الان انت راضي عن الاداء؟ لا من لا ومش لازم اكون مش لازم اكون يعني انا لم اوفق في الانتخابات انما كحد من الناس اللي بتتابع مجلس الشعب لا ده مش ملوش علاقه بتقييمك يعني بمعنى صح السؤال بمعنى صح تقييمك لمجلس الشعب يعني انا تصوري انه اداؤه غير جيد على الاطلاق وغير منحاز للثوره ورأي انه بيدافع عن السلطه القائمه بقيادة مجلس عسكري اكتر ما بيدافع عن الثوره واهدافها. من عضو مجلس الشعب اللي بيتأيده وشايف يعني بيتحرك في مجلس الشعب صح وكنت تتمنى تكون موجود معاه؟ والله ناس كتير بتأدى أداء جيد لحد دلوقتي يعني زياد مش كويس بجد مش عشان خبط في المجلس؟ لا خالص لا هو مش كويس مش كويس بجد يعني لا دكتور عمرو شاه مش كويس دكتور عمرو حمزاوي مش كويس بشوفه بيأدي أداء برلماني حقيقي يعني بيجتهد وبيذاكر وبيطرح مشروعات وبشوف الدكتور عمرو حمزاوي كمان مش كويس قوي. أداء حزب النور أعضائهم جملة طبعا يعني يفتقد إلى الخبرة أولا يفتقد إلى الموضوعية يفتقد إلى الـ يعني بيفتقد الأبسط قواعد الأداء البرلماني للناس ممكن تكون بس طيب حزب النور الحرية والعدالة معلش دقيقة واحدة حزب حزب الحرية والعدالة عن طريق أغلبيته في البرلمان بيحاول يحقق المضمون الصفقة اللي تم الاتفاق عليها مع المجلس العسكري بس يعني الصفقة ما زالت مستمرة طبعا الثمرة لا الثمرة مستمرة والصفقة مستمرة شوف مين هيقدر شكرا عفوا شكرا